السلام عليكم ورحمة الله. احنا الان في منطقة يمرة، جينا نصور شقة في هذا المشروع، مشروع صفير عبارة عن 9 ابراج زي ما انتم شايفين، موجود في المجمع، مسبح وجلسات عائلية زي ما احنا ملاحظين، بالاضافة الى المواقف العامة للسيارات، وعندنا بوابة إلكترونية، خدمة 24 ساعة، والعاب اطفال، وفي سوبر ماركت بجوار البلوك A. ما ننسى ايضا وجود الملاعب الرياضية، والطرف الثاني هنا برضو فيه العاب اطفال واجهزة رياضية. عندنا في البلوك هذا الدور العاشر، البلوك B، الدور العاشر عندنا شقة، بنطلع نصورها ونعرضها لكم، نشوف اطلالتها وتفاصيل الشقة فوق. خلوكم معنا. وصلنا الدور العاشر، زي ما احنا ملاحظين عندنا شقة خلفية في كل دور وشقتين أمامية. زي ما انتم شايفين عندنا مصعدين، مصعد يمين ومصعد يسار، كل مصعد يكفي ل6 اشخاص. الشقة هذه شقة رقم 31، شقة في الدور العاشر، مساحتها 165 متر مربع. اول ما ندخل عندنا هنا الطرف اليمين منطقة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالاحذية والعباءات. بجوار المنطقة هذه عندنا دورة مياه اولى وانتم كرامة، دورة مياه أولى يخدم الصالون، مقابل دورة مياه الأولى أنتم كرامة الصالون. شوفوا مساحة الصالون ما شاء الله تبارك الله، مساحة كبيرة وجيدة ما شاء الله تبارك الله، والتدفئة المركزية موجودة في كل الشقة. إطلالة الصالة زي ما احنا شايفين على البحر وعلى المجمع، في مخرج للبلكونة من الصالة. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ، وفي غرفة هنا بلكونة جاء على شكل L. نشوف الإطلالة الجميلة الرائعة. إطلالة بانورامية على المدينة وعلى البحر، تحتنا المسبح. إحنا في الدور العاشر، يعني ما في شيء يغطي أمامنا، أمامنا البحر، نقدر نشوف الأفق، وعندنا إطلالة المدينة من هنا، إطلالة ولا أروع. منطقة يمرة منطقة حيوية زي ما قلنا، عندنا جامع قدامنا هنا. بالإضافة إلى ذلك قاعد ينبني جامع بجوار المجمع، يعني عندنا جامع في رأس الشارع، وعندنا جامع بجوار المجمع، وعندنا هذه مدرسة أيضا، فيصير المجمع مخدوم بكل حاجة، مدرسة، جامع، سوبر ماركت، الشارع الحيوي، قدامنا تقريبا خطوات بسيطة إلى جواهر مول، بيننا وبين المطار تقريبا 7 دقائق. منطقة مخدومة، منطقة يمرة. نكمل تفاصيل الشقة. نطلع من الصالة، نجي هنا على الممر. المنطقة هذه منطقة الموزع، بجوار الصالة المطبخ. شايفين دواليب المطبخ، نوعية جيدة ما شاء الله تبارك الله، شقة صفر ما تسكنت. البلكونة اللي قلنا انها مشتركة بين المطبخ والصالة، هذا المخرج من جهة المطبخ. نجي على الغرفة الأولى،
هذه الغرفة أيضا البلكونة مشتركة معها. بجوار الغرفة الثانية مقابل الغرفة الثانية عندنا الحمام الرئيسي، البرامج بنظام جاكوزي، عندنا الكلوزيت والمغسلة، مكان غسالة الملابس. نجي أخيرا هنا على غرفة الماستر. غرفة الماستر لها حمام خاص فيها بكرامة ومروش، بالإضافة إلى إطلالة الطبيعة من الجنب. يعني شقة جميلة جدا ورائعة، شقة في مجمع في منطقة يمرة. المنطقة هذه نقدر نقول عليها منطقة يمرة تعتبر من أفضل المناطق الموجودة في طرابزون. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.